نروح من الوسط الرياضي للبحث العلمي والرسائل العلميه، واحده من اهم الاشياء وفي تقدم فيها الفتره اللي فاتت والدوله معنيه بيها جدا، وعشان كده تم تدشين موقع سكولر جديد كده نقدر من خلاله يبقى مفيد لكل القائمين على عمليه البحث العلمي من خلال اتاحه محركات بحث، ادله الدوريات العلميه، المكتبات الرقميه، قواعد البيانات العالميه، الرسائل الجامعيه، ارشيف كده الكتروني بيساعد الباحثين في تجميع البيانات وادوات تصميم الاستبيانات وادوات تحليل البيانات، البرامج الاحصائيه، بيقدم كمان خدمات الترجمه وصياغه النصوص، التدقيق اللغوي، حاجات تانيه كبيره ومهمه هنتعرف عليها من دكتور قياتي عاشور عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ومدرب مساعد بجامعه بني سويف واللي كان مشارك في تدشين التطبيق، هيكون معانا عبر زوم. يا دكتور صباح الورد. صباح الخير يا استاذ احمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. سهلت كتير للباحثين، يعني البحث العلمي ما كانش واخد حقه في مصر الفترات اللي فاتت، ولكن مع الاراده السياسيه والقياده السياسيه وصراحه وكمان وجود دكتور خالد عبد الغفار، لا بقى فيه مكان خلاص للبحث العلمي، وبقى فيه كتير من الباحثين اللي عندهم كتير من الابحاث اللي ممكن يشتغلوا عليها. جيتوا بقى ساعدتوهم بالموقع ده، كانت فكرته ايه بالظبط؟ هو يا استاذ احمد الفكره مبدئيا هو تطبيق موبايل اسمه سكولر جايد، ده الهدف منه ان احنا نجمع الباحثين كلهم لتطبيق واحد علشان يقدم له كل الخدمات البحثيه والعلميه من اول تجميع الداتا وزي ما حضرتك ذكرت من المكتبات الرقميه والرسائل الجامعيه ومحركات البحث سواء كانت محركات بحث خاصه او محركات بحث عامه. اضف الى ذلك ان موضوع التجميع البيانات ده كان بيبقى فيه صعوبه لدى الباحثين، وان كل محرك بحث من دول بيبقى ليه موقع وابلكيشن معين. صحيح. فاحنا بنقول للباحث بدل ما يكون عندك 50 تطبيق موبايل على الموبايل بتاعك، هو تطبيق واحد شامل كامل كجايد ليك في كل مراحل عمليه البحث بتاعتك. بعد كده بنقول هو التطبيق بتاعنا عباره عن 6 اقسام رئيسيه. القسم الاول بيتكلم عن مصادر المعلومات، ان احنا ازاي بنقول للباحث المعلومات دي ممكن تجيبها منين علشان تبدا تعمل دراستك او تروحتك لرساله الماجستير والدكتوراه. البعد الثاني من المحاور اللي احنا اتكلمنا فيها في التطبيق وعملناها هو بعد التحرير العلمي، ان هو الباحث اثناء اجراء الدراسه بتاعته بيحتاج مواقع كثيره جدا زي مواقع الترجمه، زي مواقع فحص البلجاريزم، زي مواقع اعاده صياغه النصوص. المواقع المختلفه دي هي المرحله الثانيه من مراحل البحث بالنسبه له. المرحله الثالثه هي مرحلة التعامل مع الملفات اللي هو البي دي اف، وان احنا نشوف مخرجات البيانات اللي هو ممكن يكون بيستخدمها في اطروحاته يعني. طب دكتور كلاتي، عايز افهم من حضرتك الرسائل البحثية متنوعة متشعبة ومختلفة الاتجاهات، ازاي من خلال تطبيق اقدر اجمع كل الداتا دي عشان تخدم كل الباحثين؟ هو يا استاذ احمد، هو الاحصائيات بتاع وزاره الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات الفتره اللي فاتت قالت ان احنا الدوله رقم 16 في استخدام الموبايل المحمول على مستوى العالم. أكيد. اضف الى ذلك ان في بعض الاحصائيات بتقول ان احنا في 95% مليون مستخدم على طريق الموبايل في مصر. فاحنا قلنا واغلب الطلاب والباحثين في الجامعات ما معاهم موبايل ابلكيشن، بس ممكن ما يكونش معاه لابتوب او كمبيوتر. صحيح. فالموبايل الابلكيشن ده ما يكون فيه اتاحه لاستخدامه داخل جيب كل واحد فينا او كل باحث فينا، فده بيكون فيه سهوله في التواصل مع المعلومات كلها داخل التطبيق. فتقسيم التطبيق نفسه عن طريق ان احنا يكون فيه محاور مختلفة لمعالجة الموضوع ده وتقديمها للباحثين، فهو ده الإفادة وهو ده الابتكار والإبداع في الموضوع. مرجعية التطبيق ده مين بقى؟ هل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يعني نسقتوا مع مين في تجميع البيانات دي؟ عشان أنا برضو كباحث وبرجع لي بيانات حضراتكم في تطبيق أعرف مدى مصداقيتها أو مدى مرجعيتها أساساتها، المرجعية عندكم لمين؟ هو احنا المرجعيه احنا فريق كبير يا استاذ احمد، احنا انا في كيانين مختلفين، ساشرف بانتماي لتنسيق شباب الاحزاب والسياسيين في لجنه التعليم والبحث العلمي. تمام. قدموني كامل الدعم الفني والتقني في اجراء التطبيق، وكمان انا مدرس مساعد في جامعه بني سويف، وانا حابب كمان اوجه شكري لرئيس الجامعه الاستاذ الدكتور منصور حسن على الدعم المبذول معانا خلال الفتره اللي فاتت، واحنا كمان اعتمدنا على بعض الشركات من الخارج كمان لتنفيذ بعض اعمال البرمجه داخل التطبيق. هي الفكره كلها كانت فكره من عندنا، طبقنا الافكار دي لشكل منتج علشان نبدا نسهل على الباحث عمليه البحث بتاعته في كل مراحل عمليه الدراسه بتاعته، زي ما قلت لحضرتك من اول مصادر المعلومات
لغايه ما يكون عايز يرفع مهاراته وكفاءته البحثيه عن طريق حضور المؤتمرات العلميه، اتاحه كل المنح الدراسيه، اتاحه كل المشروعات اللي ممكن او الجهات اللي ممكن تقدم له دعم للمشروعات بتاعته. وانا اتوقع ان هو ده هيكون جايد فعلا لكل باحث في السوشيال ساينس الفتره الحاليه، واحنا كمان حتى في الفروع المختلفه من الطب والصيدله والعلوم والفيزياء والكيمياء، ده كله احنا داخلين عليه في الفتره الجايه في التطوير التطبيقي، ان احنا نعمل اتاحه لجميع المعامل المركزيه داخل جمهوريه مصر العربيه، ان الطالب بيكون عنده اعاقه ان هو يعرف المعمل اللي ممكن يعمل فيه تحليل العينه بتاعته. اضف الى ذلك ان احنا هنقول له كمان اماكن بيع العينات الكيميائيه اللي ممكن يستخدمها اثناء التجارب بتاعته. فاحنا بدانا اتفضل نعم اتفضل احنا كان الهدف من احنا الهدف منه ان احنا بدانا نحط ايدينا على احتياجات الباحثين كلها والادوات اللي ممكن يحتاجها الباحث اثناء اجراء الدراسه بتاعته. اتفهم يا دكتور ان ممكن تكون تدقيق البيانات، المراجعه النصيه، كل ده ما فيهوش مشكله، ولكن ممكن يقف عقبه قدامكم هي حقوق الملكيه الفكريه لبعض الباحثين او لبعض المصادر او لبعض الشركات، بتتعاونوا معاها ازاي او هتعدوا العقبه دي ازاي؟ هو بالعكس، هو المواقع كلها اللي احنا اتحناها داخل التطبيق هي عباره عن مواقع موجوده اونلاين فري، يعني احنا ما دخلناش مع اي قاعده بيانات مدفوعه، لانه بنك المعرفه المصري بيتيح هذه القواعد البيانات بحساب لكل المصريين. هي. احنا عملنا قيم مضافه ثانيه ان احنا ما لا نقتصر في التطبيق على مصادر او تنزيل المعلومات بقدر ما ان احنا بنعمل تحرير للمعلومه دي مش موجوده على بنك المعرفه. احنا مش بننافس بنك المعرفه، ولكن احنا بنضيف قيم مضافه لبنك المعرفه لانه ده مشروع قومي عملاق، واحنا اول واحد، احنا من الاوائل الناس اللي بتستخدمه، واحنا بنقول ان الباحث بيحتاج اشياء اخرى وادوات اخرى لانجاز اطروحاته ورسالته للماجستير والدكتوراه واي دراسه ممكن مركز بحثي كاتب صحفي يحتاج معلومات. فاحنا بنقول ان المعلومات دي مصادرها محركات بحث، مكتبات رقميه، رسائل جامعيه، ارشيفات الكترونيه. طب بعد الباحث ده ما ينزل المعلومات دي بيتعامل معاها ازاي؟ الشق الثاني في التطبيق بيقول للباحث ان في حاجه اسمها معالجه البيانات وتحليلها، يعني احنا بنتيح له جميع المواقع اللي هي بتعمل تحليلات احصائيه للبيانات، بنتيح له المواقع اللي هي بتساعده في ان هو يعمل كويستشنير اونلاين اللي هو استبيانات اونلاين، بنتيح له المواقع اللي ممكن تساعد له في عمليه الاحصاء بتاعته. بعد كده بنقول له اثناء الكتابه بتاعته الباحث بيحتاج مواقع عشان يترجم، في بعض اللغات ممكن يترجم يعني مثلا من قواعد بيانات ينزل بيبر ان انجلش، فيحتاج ان هو يحتاج مواقع معينه يترجم النص ده. فاحنا بنقول له ان في عشان تترجم النص ده في موقع واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، بنحط خيارات كتيره بديله امامه للحصول على الاداه دي وان هو يستخدمها. اثناء اجراء الدراسه بتاعته بيحتاج ان هو يعمل ريفريزنج، اعاده صياغه نصوص عشان يتفادى البليجاريزم، فبنقول له ان في بعض المواقع باللغه بتدعم اللغه العربيه وفي بعض المواقع بتدعم اللغه الانجليزيه، يعني ادوات معينه وستايلت كتير جدا لبعض المواقع اللي هي ممكن تخدم عليه في كل قطاع من قطاع البرنامج. بعد ما يعمل تحرير والكتابه العلميه بنقول له انت لو عايز، احنا بنوجه رسالتنا حتى للطلبه لو احتاج، يعني هو يحتاج اللي هو يعمل تعليم اونلاين، جايبين له كل المنصات التعليميه اللي ممكن يستفيد منها في التعليم سواء المنصات الاجنبيه او المنصات العربيه لرفع كفاءته طول الوقت. طيب الباحث بعد ما يجي بالدراسه بتاعته بيبقى محتاج يروح مؤتمرات علميه، فاحنا جمعنا كل المواقع اللي بتتيح مؤتمرات علميه، يدخل بس على الموقع يحدد هو تخصص ايه وعايز يروح الدوله الفلانيه ويعمل كذا. بعد كده حددنا يعني حاجات ادفانسد اكتر، ففي طلبه عملت ماجستير وعايزه تاخد دكتوراه بره، ففي بعض المواقع بتتيح المنح والبعثات داخل وخارج مصر وعلى مستوى العالم، فاحنا بنقول ما نعالج حاله الشتات اللي عند الطالب او هو ما عندوش المقدره ان هو يعرف ايه المواقع اللي بتقدم له ده، فاحنا بنقول له التطبيق ده من الاول للاخر هيساعدك في كل خطوه من خطواتك، فاحنا اسمه سكولر جايد، يعني دليل الباحث العلمي كله في البيئه الرقميه. بعد ما يعمل يدخل عايز مؤتمر، عايز ياخد منحه، في بعض الجهات المنحه اللي بتمول المشروعات على مستوى العالم، فاحنا جمعنا ما يزيد عن 50 و60 مؤسسه
عالميه بتدعم البحث العلمي والمشروعات البحثيه، فبنوفر طاقه البحث، فبنقول لهم في بدائل اخرى كتير لتمويل المشروعات بتاعتك، ممكن تقدم عليها، ممكن تاخد فند الانجاز وداخل مصر. انت وفرت له كل حاجه، تطبيق مهم جدا. كل الشكر للدكتور قياتي عاشور، استاذ مساعد بجامعه بني سويف وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. مجهود محترم وتطبيق محترم، هنتابع مع حضرتك اول باول كده لكل الباحثين، سهلوا عليهم في اجراءات كتير جدا زي ما شرحها دكتور قياتي.